احنا هدفنا في 2017 ولكن غادي نظن بلي هو غادي يكون في 2018 هي رقمنة القطاع. استعمال الرقمنة في التسيير داخل القطاع غادي يسمح لنا اولا اكثر ارتياح في التسيير وتسمح لنا الشفافية، وهذا يلعب دور جدري وانا واعية باللي الشفافية ما تهمش كل واحد. لا ترانسبارونس نانتيريس با طول الموند. على داكشي كاين لا ريزيستانس، مي جو سوي بيرسوادي كافيك فو نو فانكرون سيت ريزيستانس.